تلعب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمنتديات دوراً كبيراً في شحذ الهمم وتغطية المباراة بضمان وصولها لأكبر عدد من المشجعين، ويلعب منتدى الأزرق الكويتي وسبلة عمان دوراً مهماً في هذا السياق. خلونا نتعرف عن المنتديات، دور المنتديات ودور منتدى الموج الأزرق وأيضاً منتدى سبلة عمان الرياضية. سرنا نستضيف فيصل الرشيدي من منتدى الأزرق الكويتي. مساء الخير يا كيف حالك؟ حياك الله، شرفتنا، شرف فيكم حبيبي. باللباس الحلو هذا الأزرق، لازم يعني خلاص وطنية. وترحيبنا أيضا بطالب بن علي الرحبي من منتدى سبلة عمان والمشرف أيضا على السبلة الرياضية. مسيك بالخير أخوي طالب. بخير والنور، حياك الله، أسلمك إن شاء الله. الحمد لله على السلامة فيصل. الله يسلمك يا مرحبا. مذكر فيصل قول في الدخيل. قصة فيصل الدخيل، قصة خاصة هذا. حياكم الله. وأتوقع وصولكم كان يمكن يعني أكثر يعني قبل وصول الصحف الكويتية ووصول الصحفيين، وأتوقع دائما المنتديات الكويتية ما شاء الله عليها يعني خاصة في المنتخب ودعم المنتخب عاملة شغل الحمد لله رب العالمين. بخصوص هذا الشيء احنا مغطين من يوم السبت من وصول منتخب الكويت واحنا موجودين هنا، ودائما الازرق وين ما يروح الازرق احنا وراه، وين ما راح رحنا استراليا معاه، باندونيسيا معاه، بعمان معاه، لو يروح القمر معاه بعد ما في فرق. يا سلام، يا سلام عليكم. وصولكم طبعا كان امس قبل امس فيصل؟ وصلنا يوم السبت، يوم السبت الظهر وصلنا مع الوفد، والحمد لله كنا باستعداد وقدمنا اشياء، وصلنا الصوره اللي بالمنتخب والوفد حق الجمهور العزيز اللي تابعنا بالموقع وحق الصحافه بس عن طريق الصور والاشياء الثانيه. جميل جميل. طالب الرحبي، انتم ايضا في السبله ما شاء الله عليكم يعني قايمين بدور كبير ودور مميز، والسبله الرياضيه ايضا دائما مميزه بالكتابات الحلوه، وايضا جندتوا كل الكتابات للمنتخب والاحمر. الحمد لله. هو حقيقة احنا دور السبلة طبعا يعني ما نحصر لهالمباراة اساسا يعني ما في دعم المنتخب. احنا طبعا وقفاتنا مع المنتخب هي طبعا راح نتحدث عنها لاحقا قد يكون يعني، ولكن طبعا احنا بخصوص المباراة هذه احنا قبل شهر تقريبا كان في حملة سميناها حملة بريال ولا بنيون، احنا معاك يا الاحمر وين ما تكون. طبعا هذه هني كانت بدايتنا تحديدا وتركيزنا، وهذه نماذج من الكتابات على السبله الحمد لله. فهنا كانت بدايتنا طبعا في لشحذ والتركيز على المباراه هذه، خاصه طبعا الفتره الماضيه او ما قبل يمكن اكثر من شهر لما تسرب خبر اللي هو لما الاتحاد اعلن عن تسعيرته وكذا لدخول المباراه. فطبعا احنا في ذيك اللحظه طبعا احنا وقفنا بحزم مع اي مواضيع يعني تضر او يعني تاخذ مسار سلبي منحنى اخر يعني اي. فاحتوينا وايضا ثبتنا هالموضوع بحيث يكون كمرجع للجميع ان احنا خلاص احنا فينا لنا هدف واحد، وبالتالي لازم يكون احنا مع المنتخب ومع الاتحاد لهذه المعركه نسميها احنا معركه حقيقه. جميل. مع معركه بس سلميه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. هي حبيه بقدر الله. اكيد اكيد اكيد. ومنتدى يعني موقع الازرق سميتوه على اسم طبعا، ولبسه المنتخب الازرق المنتخب الكويتي يعني خلاص معروف بالازرق التقليديه. الموج الازرق والازرق معروف باسم الازرق. يعني منتخب الكويت معروف من زمان اسمه الازرق، واحنا سمينا الموقع هذا نسبه للمنتخب. طبعا بدينا من 1997 حق الموقع. بخصوص المباراه بادين من تقريبا من 16/2 من مغادره منتخبنا من الكويت المعسكره بالامارات بدينا وتفاعلنا. كنت معاهم؟ كنا متواصلين مع الافراد هناك. يعني الحمد لله. بس انه كنا لما لان كان ما كان عندنا وقت ان نروح وما كانت الظروف تسمح، لان عملنا تطوعي وليس من مساعد من احد. بس بعمان بدينا شغلنا والحمد لله. بالمنتدى عندنا حمله، عندنا الازرق ستاف ما شاء الله عليهم جروب شباب وبنات عندنا يدعمون المنتخب، تصاميم
امور تحفيزيه تشجيعيه، عندنا شعار، عندنا يعني كتاب ما شاء الله كتاباتنا تكاثرت، وخاصه بالازرق ستاف ما شاء الله هو الداعم الاساسي بالمنتدى، وخارج المنتدى عندنا مصورين واهم محرر. واحنا نوجه لهم التحيه اذا كانوا يتابعونا الحين الاخوان والاستاف طبعا معكم، نقول يعطيكم الف عافيه. الله يعافيهم والله ما يقصرون كلهم فردا فردا، وحتى اعضائنا ما شاء الله عليهم. جميل. كل داعم منتخب، والحمد لله انه وصلنا لمرحله ان ابتعدوا عن الاشاعات وابتعدوا عن حلو تحبيط المنتخب. الحين المنتخب فوق وما شاء الله الناس قاعد تحفز الحمد لله. جميل. انتم الحين وصلتوا عمان، التكاليف عن طريقكم او عن طريق الاتحاد الكويتي او لا؟ تكاليف عن طريق، اعذرني يمكن على هذا السؤال يمكن شو محرق، لكن ايضا في دور كبير قاعدين تقوموا فيه، واكيد انه ايضا تحتاجه في المقابل انه يكون في امور من تسهيلات. لا هذه دعم من عندنا احنا من على حسابنا الشخصي، وين ما يروح المنتخب قلنا احنا وراه، لو يروح القمر وراه وما همنا الفلوس، الفلوس خلها على قولتهم خلها تروح وين ما تروح، بس اهم شيء المنتخب بس. وقبل المنتخب طبعا حب الوطن يعني اكيد الوطن هذا الكويت يعني اكيد. الدور الكبير اخوي طالب يعني دوركم مثل ما قلت يعني مميز، ويمكن ايضا الصور اللي كانت موجوده في مباراتنا مع اندونيسيا كانت ساهمت بشكل كبير يعني عن رفع الايقاف عن فوزي بشير والاخوان طبعا. هذه اكيد هذه شفت هذه الصوره تتكلم علينا الحين اخي، تتكلم علينا الحين على لا وصلت لي الصور هذه صراحه وصلت. وصلت بس فعلا يعني الصراحه الامانه ما كان يستحق فيها كرت، انا ما ادري يعني كرت على اللاعب اندونيسي ولا على فوز بشير، بس اكيد استندت للصوره اللي كانت يعني لا هذه وصلت لي بالايميل وشفتها صراحه، توقعت الكرت على لاعب اندونيسي مو على فوز بشير. هو عموما طبعا هني يعني استغل السانحه هذه ان اشكر مصورنا المحترف سالم الزبايدي اللي طبعا هي حقيقه طبعا هذه في هالموقع بالذات يعني يعني حتى الاتحاد لما الاتحاد العماني لما قدم اعتراض او شكوى لرفع الايقاف فاستند الى الصوره، فكانت اقرب صوره توضح الحادثه هذه لان فوزي بشير بالفعل تعرض للاعاقه هذه، فاستند الصوره اللي احنا اللي صورها الاخ سالم، وبالتالي الحمد لله كانت هذه يعني دعم حقيقه دعم مادي يعني او دليل كان الحمد لله احنا وفقنا فيه لله الحمد، وبالتالي هذه امور الواحد ما جميل ما اريد اتحدث جميل. انا بتكلم يعني عن تغطيه بالنسبه للسبله في مباراه المنتخب، ايش اللي بتقدموه ايش الاشياء، بس خليني اتكلم مع فيصل بالنسبه، وطالما انت موجود تحضيرات المنتخب الكويتي اخر مباراه مع البحرين فاز 4-1 يعني لما نتكلم عن الكره الكويتيه نتكلم عن عمالقه الكره، فيصل دخيل عنبري قاسم شله الحين معنا لاعبين احمد عقب اتوقع حمد اللاعب العنزي حمد العنزي بدل المطوع لاعبين على مستوى ايضا ما يقل كمواهب يعني الحمد لله يعني احنا بالكويت عندنا شيء واحد الحين سالفه خبره ما خبره اللاعب عنده خبره لا خلاص بالكويت اللاعب الكويتي ما شاء الله عليه لو اول مباراه رسميه يبدع فيها ما عنده مثال يوسف ناصر اول مباراه رسميه مواليد 1990 طبعا اول مباراه رسميه ضد منتخب استرالي سجل جول في الكويت وسجل جول لا حمد عنزي يعني مهما نزل مستواه حمد اوقات صعبه يعني ما شاء الله عليه بدر الحمد لله عجب الحمد لله ان شاء الله يوفقه عندنا بالحراسه عندنا الخبره نواف خالدي عندنا عقب طاهر خبره وبس اللاعبين الحين سالفه هم اقول لك يعني الحمد لله لاعبتنا ان شاء الله ما صاروا مثل قبل يرتبكون ولا صاروا يخافون من اي شيء الحمد لله رب العالمين. حلو هذه دائما الميزه في اللاعب الكويتي الروح الحلوه هذه اللي دائما حب الوطن فيها حب الوطن الكويت جمعتنا طبعا يكون الكويت تاريخ كابتن يونس بالتالي لما اللاعب يستند على التاريخ وبالتالي هذا اكبر داعم للاعب الكويتي لتقديم مهما كان في ظل يعني انخفاض المستوى وسبحان الله يعني الدوري الكويتي ما بدك تزود لكن مهما يكون لما ينزل الملعب في تاريخ يستند اي طبعا هذا طبعا هذا مفروغ منه اللاعب الكويتي معروف حب الوطن يعني مهما احنا ما جمعتنا انت من وين احنا جمعتنا الكويت والكويت تجمعنا وحب الكويت تجمعنا الحمد لله رب العالمين. بالنسبه لتغطيه السبله ويمكن انت ايضا
طالب متابع للمنتخب وايضا بعض التحضيرات، نتكلم عن سبله بالنسبه لتحضيراتكم بكره، في اشياء عاملين شغل تغطيه المباراه؟ والله احنا عموما عن جرت العاده احنا نغطي المباراه طبعا.